حنو دعم ذوقنو نولخ في سون أحلوفن وترحم علي مصلوط مودي لستخ ودكلهن قادي شيك رام رمو Oh,
من سفر أبانا رسل الأطهار بارخ مو شبح المرهون دشلي حيستوثهن عامانا آمين. حبيباي، وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل، وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفيتيوحس جالس في الطاقة مثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا، فنزل بولس ووقع عليه وأعنقه قائلا: لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليس بقليلة، وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى أسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هذا مزمعا أن يمشي. فلما أوفانا إلى أسوس وأخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خويوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تريوجيلين، ثم وفي اليوم الثاني جئنا إلى ميليتوس، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذ أمكنه يكون في أورشليم في يوم الخمسين. بارخ مور. Our reading from the first epistle of St. Paul to the Thessalonians, Baruch Mor. Ahai, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring him with those who sleep in Jesus. For this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we, who are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words, Baruch Mor. Barthod Meli Hayoto Dalo
بوانجليون قادي شو موران يشم شيهو مثقر علان الشولان موريو علو شومو سبرثو محيوني ثوم اللوقم سبرونو دم سابار حيو فرقون العلمو برختي ثو عديد اتنيتي تشبحو لنشو لوحيش الحي فرقونا عالكل الرحمة والعلمي دم دبرون وثد مروان ولوهان وفروق ديلان يشو عم شيحو ملثوت حيالو دد باسر من مثل توقاد يشتو مريم هولندين فخان هواين مهيمينا القطيع الصغير لأن أباكم قد سران يعطيكم الملكوت بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاءكم منطقة وسروجكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إجا وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذ جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد وإنما اعلموا هذا إنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب وكونوا أنتم إذا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان وشين وشلوم الكل خون تشبحتو توديثو ادرو قولو سرم رومو طبض لبطل امينو ايث وابقو الزبان وابقو العيدون نشت ويتناسق Glory to the good Lord who broke his body and gave us to eat and mix his blood
and gave us to drink and made us inheritors of the kingdom. To him be glory, honor, and worship. At this time of celebration of the divine Eucharist, and at all fest times, hours and seasons, all the days of our life, forever. Before the merciful Lord, before his absolving altar, and before these holy and divine mysteries, incense is offered by the hands of this reverend priest. Let us pray and beseech the Lord for grace and mercy. هاي وريا لوب امرحمن وثتحو بخلطو هاي ساقي ولا تدخل عمودي لو خم هاي منا اتخار ومريا حاسو مريا لو نفشو ثانو نفشو ثو دابوين وداحي ودرابونين ودملفوني ودعاني ذين ما يمني يالدا ضيتو دي لو قادشتو ومشابحتو واني لا نطلع درونان وفوق لا نقابس طوثا وتخشفوثا كلي وابر بنا نبرح ما يكلي شبط درغزو والحرف طبثو أشو الكولان وشلو ممشيحو يوم نالان لغشبحو لغتو ديثو مسقينان وشب أبخو الإسباب أن العلمين أمامك أيها الأولى بالمحجوب عن الملائكة ورؤساء الملائكة وأمام ابنك الحبيب الذي كشف ذاته للعالم بمحبته وأمام روحك القدوس الذي طار العالم برحمته وأمام مذبحك المقدس حيث يستعلن لاهوتك وحيث يحل الثالوث المقدس نقدم هذه الذبيحة كي تكون لصفعنا ثامنا ولغفران خطايانا ولمحو زلات كل رعيتك وراحة وذكرا صالحة لكل الأموات المؤمنين ونقدم لك التسبيح والتعظيم الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين يا جبل وسخن أذر بصوف من القبيل حسو يتحب والشفق نضحته بتري علمي والعلم علمي اليودين عبدهم حيلو حطو يضلون ويما قديش أبو قديشو قديش أبو قديشو قديش روحو قيو قديشو دم قديش الفرمة حسوي وعبدك حويس ومتراحا عن نفسه ثان نفسه ثوكي ديلان دابوين وداحي وادرابو لي وادملفوني وادعاني ذين وادكلهون عني ذم هيمني اندغيتو ديلو قادشتو مشابحتو بثريهون علمي والعلم علمي سوفيتا فرسكومين كم شافير كلان بسلوثو قانهونم يقرو نعني ونيمار نؤمن بإله واحد خالق الكل وخالق السماء والأرض
كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء والدة لله وصار إنسانا وصلب عوضا عنا في عهد بيلاطس المنطق، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما شاء، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، ذلك الذي ليس لملكه انقضاء، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب ومع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة بمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي. آمين. آمين. باروخ مورستوم قالوس قريلا أيسون. جد يا رب على بيعتك وأغنام رعيتك بأمن وسلام ومحبة بديا دائما، لنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. آمين. بارخ مولك الأخوان عبروح دي لخنة الإسلام والأحداد كل نوش القريب ابنو شخطو قادستو لايتو بحوبة موران والوهن من بثار اسلام هونو قادشو الله يودي فيه تبقدام مريم رحمونو ريش النركين دومك موران والوهن بايو ماي لارد may we all be blessed and be worthy of the good end which is for men of peace, and may we offer you praise and thanksgiving and your only begotten Son and your Holy Spirit now, always, and forever. لكي نتجنب أهوال الخطية ونتقرب من أعمال البرارة بواسطات هذا السر الذي نقدمه لك بهذه الأنافورة، ونحمدك شاكرين ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. كن ليلتا كن نخوتا كن دايوتا كن قادشوتا كن دن كلان أهاي هوبا وفايمانو تدشرارا مثل دنائيد بن دهلات الله بانفورا هدايت هلتا قادشتو دكتومين سيما انهور بيدي كهنهانا ميخرا دبشينا بشلاما دبهتا حيثو للاها أبو موراي قول احلاف كلان انقرايب رحمه وشلوم The love of God the Father and the grace of the only begotten Son and the communion and the descent of the Holy Spirit
be with you all, my brethren, forever. لتكون عقولنا وأفكارنا في هذه الساعة في العالي حيث المسيح جالس عن يمين الله لا شعبك المؤمن بصفوف الغير المنظورة والصفوف التي لا تحصى اشتراكا روحانيا سرافيا يسبحونك تسبيحا ثلاثيا هاتفين وقائلين حتى مجيئي. I'm
معجزات أعمالك الخلاصية المذهلة. وآيات مجيك الرهيبة يوم تجازي كل إنسان كعمله. ومن أجل هذا تبتهل إليك بيعتك ورعيتك ومعك لأبيك قائلة وان رحم علينا. رحم علينا Thanksgiving and acknowledge your loving goodness unto all and for all. فقفوا وصلوا بعباده وسكون ووراء السلام معنا والامن لجميعنا. والكسان شملي دموع دل دمشي حال دل اجعل يا رب هذه الأسرار أن تخولنا نحن الذين نتناولها للنعيم معك. ونحمدك شاكرين ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. بارك مول صلي ونذكى شاف مراولها بعيدون ونرابو وتحيلو قد يشحلو في كلون أبو ثوم دبروني ديلان هون القيمين بريشا يومون وبحيدا
عيدت نوال عيدو ثو قد شوثو دالو با فينيون روين واندبرير قد شام يقريط الثوني فطر يركودي سيوديلان أبون مور ديونو سيوس نثقي موين بالوهو عم شاركو الكلون فسقو في أرث دوكسو سلوثو شاراتي ولا المريو نثكاشا أبكم يا رب مسكتا أفوال رطقا التي بيتكلمون علينا شرا لنودي لك سبحا وحمدا وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. بارخ مور لنذكر أيضا تلك المستحقة التطويب التي تعظم شأنها قبائل الدنيا بأسرها القديسة المجيدة والمباركة السامية الدائمة البتولية الطوباوية مريم والدة الإله. ولنذكر أيضا مع جميع الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين والطوباوي مر يوحنا المعمدان الساعي الذي سبق مجيء ربه والقديس الجليل مار اسطيفانوس رئيس الشمامسة وبكر الشهداء ورئيسي الرسل الساميين مار بطرس ومار بولس. ولنذكر جميع القديسين والقديسات معا فلتكن صلاتهم سورا لنا لنتضرع الى الرب. قري ليسون وهنا واتنا المؤمنين بفضلك لتلك النعم العظيمة المحفوظة لقديسيك فنحمدك وشاكرين ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. بارخ مور ولنذكر أيضاً جميع الموتى المؤمنين الذين تقدموا فانتقلوا من هذا المذبح المقدس ومن هذه البيعة وهذا البلد ومن كل البلاد والنواحي راقدين على المعتقد المستقيم وبلغوا إلى الله رب الأرواح والأجساد. فإننا نطلب مبتهلين للمسيح إلهنا الذي أخذ إليهم نفوسهم وأرواحهم لكي يؤهلهم برحمته الجزيلة للحظوة بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ولكي يبلغنا وإياهم إلى ملكوته السماوي. فلنهتف ثلاثة قائلين قري ليسون قري ليسون قري ليسون. وعندما تخلصهم من الموت فينجو من الجحيم
وينتفض من الرميم لتكثر فينا وفي نعمة ابنك الوحيد الذي بواسطته ومن أجله نرجو الحظوة بالرحمة وغفر خطايانا لنا وله. O God, absolve, pardon, and forgive our offenses and theirs, which we have committed before you, willingly or unwillingly, knowingly or unknowingly. وعند تجدد بالقيامة العامة أفضل علينا وعليهم بنعم ملكوتك الروحانية لكي بهذا في سائر احساناتك يعظم الجميع ويبجلون اسمك المبارك والكلي التعظيم مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين امين اي كانوا ديسا وايسا وام كاتار دردرين والكل هندورة آمين بارخ مور شلام الكل أخوان May the mercies of God Almighty God and our Savior Jesus Christ Be with you, my brother, forever. وأمضي إلى موطني
تسابيح لله لأبي الفريد ونقدم السجود لابنه الوحيد ونهتف بالدعاء للروح القدس الفاراقليط المجيد. يا من نحن بيديك نسلم كافة أيام حياتنا. يا الله يا رحوم شفوق اصنع معنا رحمة وحنانا واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا. طاب فرحنا وشفاءنا وقدس نفوسنا وأجسادنا ونقع عقولنا وأفكارنا جميعا لكي نهتف إليك يا أبا المراحم متضرعين ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات لا
وابدل يا ربنا مسرعا كل ما يضرنا ويخسرنا بما لا يصلح لنا وينفعنا، لنجد لك ونشكر ابنك الواحد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. لتحل علينا جميع نعمك ومواهبك وبركاتك على بيعتك وغنم رعيتك، فنملأ أفواهنا بحمدك والشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. من بارخ سلام الكل خير عبر حدينا إيوي طيب ثور رحمدة ثويثو قد اشتوم شبحتو لو بريثو ايثيتم ثميتو صغيتو شايد بوسيا تيوي عم كل خناحا آي العلمية. آمين بارخ ورب دي حلثو وبرثيثو خيو زاد خنث يهبون بلحو امين ح حاشيا قير دق نومي أدرو عقادي شو أمان دي ثوغ مورم شمليون ادخل ميدم داو ودهو ويني وش مدمر يوم براخ من عالم وذا من عالم المين Thank you.
بث ملكو بشبحو قومث وهاليلويا وهاليلويا ومالك ثومين يمينو وطيعان خبتهم وهاليلويا وهاليلويا نترغرونا لكو شكر بارخ مور قول ابو لبرو والروحو قديشو زاديقو أغدق لو نفرح هللويا فاخر زديق للنشوار نافرون طب نفراب سيبوتا هللويا وشاميني وباسي منهم بارخ مور شقول أبو لبرو والروحو قديشو مرقى ورلو سركو والعلب الشمايو وين اليقان دخرونو نلتعان ومصاوتو شطو من قالو سكري ليسون وقول النبي قبول الشيحة وبيون سوري يوم النحوم بارخ مور شقول أبو لبرو قديشو من سودي نبعي والهم نتكشى لأنهم واللغ في سون حلو فين مريو رحم علينا عذرا آفيس عاما قديشي هولا بدت الصبيون نقر قرب باطل من محوظ وشبط دروزو خدم رحم أبو علي بنايو هاليلو يا مرحم مريو على دحلا برنو شعبيرو يوما هاليلو يا وخف حقلو خين يوعي شبحو لابو لبرو والروحو قديشو من عالم وعدم العالم عالم عبدك دش خبع صبرو حال تخلون دحلون من قبر الغم استو من قلوس قرية ليسو ملكم نحمون بشبح دو نحمل روم ما حميته وانقم لقبير قيم شويويث عني ذي من قو القبري مسخن شبحو لخنا حميثي شبحل أبو لبرو والروحو قديشو شبحو الهو قولو ذي مرمورا بس برثي خلدو خلفار شوتي ذي محايو لو عرفيو يول متولو ثيثرك نطعم في موتو ونيح العالم وريو راحي بارالو هدد موتي أحمي ثوثا
نحم لمن قوده حون قوني ما شبحلو خاله. إخوتي الأحبة خلي كل التنقف ونصلي الصلاة الربانية على روح جميع أمواتنا المؤمنين اللي سبقونا للسماء. أبانا الذي بالسماوات كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير أبد العابدين آمين. تفضل استريح. بشي ما بو برو روحو قديشو حظ ألوهو شريرو آمين. أخوتي الأحبة في البداية نشكر الرب يسوع اللي جعلنا أعضاء في جسده المقدس، جعل منا بالمعمودية مجاهدين في كنيسته الأرضية المجاهدة، واللي نعمل على خلاص أنفسنا ونجاهد لخلاص أنفس غيرنا أيضا، ولكي ننتصر على الخطية وعلى العالم، حتى نكون أيضا مع أخوتنا المنتصرين اللي بجهادهم على هاي الأرض وإلى آخر نفس جاهدوا ضد الخطية لحتى يكونون بالحق وباستحقاق أنه يكونون أعضاء الكنيسة أورشليم السماوية، الكنيسة المنتصرة. فاليوم تحتفل كنيستنا المقدسة بذكرى آبائنا وأخوتنا وأحبائنا وعزازنا الراقدين على رجاء القيامة اللي انتقلوا إلى الحضور السماوية منتصرين على العالم ومنتصرين على الخطية. نذكرهم اليوم ونصلي من أجل أنه يذكرونا قدام مذبح الرب السماوي ونطلب شفاعتهم، وهم بدورهم يصلوننا ويتشفعوننا لأنه نحن الكنيسة الأرضية المجاهدة والكنيسة المنتصرة السماوية، نحن أحياء بالرب يسوع وما عدنا أي موت، ونحن كلنا أعضاء في جسد المسيح المقدس الواحد. قرينا اليوم الإنجيل كان من إصحاح من إنجيل القديس لوقا الإصحاح 12. شوف المقطع الأول من قراءتنا، بدت بلا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيفسرون الآباء كلمة الصغير تيجي هون كلمة الضعيف، فمن هو هذا القطيع؟ هذا القطيع يا أخوتي هو نحن المؤمنين اللي إنا بالطبع طبيعة بشرية ضعيفة، ولكن شوف إنه أخوتنا اللي سبقونا على السماء اللي كانوا دائما مستعدين للقاء العريس حالهم حال العذار الحكيمات اللي كان سراجهم دائما مملي زيت وكان معاهم زيت اكسترا. سو نحن اليوم عندنا كثير اشياء كتأثر على استعداداتنا للقاء المسيح، ومنها هو الإهمال
يا شباب اللي بالكوريدور بليز نصوا صوتكم. كثير من الشغلات قد ساعدنا على الإهمال للقانا بعريس السماء، وكلتنا يوم من الأيام حضرنا جنانيز ودفنات لأحد من أقاربنا وعزانا. نحن دائماً بالمقبرة أو بالدفن ممكن ينطرح في بالنا سؤال وأسئلة: هل هذه هي نهاية الإنسان؟ حفرة مترين متر؟ هل هي هاي نهايته في صندوق من خشب أو حديد؟ طيب هل أكو حياة بعد الموت؟ اليوم الشيء صار يقلقنا هو الموت والحياة، والحياة والموت، هالموضوعين كثير يقلقونا وكثير يشغلون بالنا. يعلمنا الكتاب المقدس إخوتي الأحبة أن هناك زمن للولادة وزمن للموت، وكل حياة زمنية أو وقتية إلى نهاية، ولكن مع الرب يسوع الأمر هو جدا مختلف، لأنه قال في إنجيل معلمنا يوحنا لما سألوا الرسول توما قال له: وين أنت ذاهب يا رب؟ يقول النص في الإنجيل: قال له توما: يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لهون الرب يسوع أكد أنه هو الحياة، هو الطريق، وأكد أيضا أنه الحياة الأبدية هي معه فقط ما غيره. فمن أجل هالشيء نحن لازم نقبله في حياتنا، لأنه هو الوحيد اللي له الأمر وله الصلاحية لحتى ننتقل من هاي الحياة الزمنية التعيسة إلى حياة السعادة والسرور والفرح، حياة الخلود في ملكوت السماوي. يقول يعلمنا الحكيم أفراهات أحد آباء الكنيسة ويحكي عن الموت، يقول: ذاق الموت الدواء القاتل له وسقطت يداه، وتعلم إن الأموات سيقومون ويهربون من سلطانه. وإذ أصاب يسوع الموت بسلبه مملكته وولول وصرخ عاليا الموت في مرارة قائلا: ابعد عن مملكتي، لا تدخلها، من هو هذا الحي الذي يدخل عالمي؟ الحي اللي دخل عالم الموت هو يسوع الحي اللي قام من القبر وخلى القبر فارغ، هو اللي انتصر عن الموت. فإذا ربنا يسوع هو حي، وبقيامته أعطانا معنى لوجودنا على الأرض. فاليوم نحن نعرف ليش هوني، اليوم نحن نعرف ليش عايشين على هاي الأرض مؤقت، لأني أؤمن بينه ربا ومخلصا وحيا وقائم من بين الأموات. لذلك يعز على الكنيسة، عندنا كثير عادات بالمجتمع شوية
متعبة شوية، هي ضد تعاليم الكنيسة وتعاليم المسيح نفسه. يوم اللي صادف أدنى حالة وفاة بالبيت، تشوف أهل المتوفي أو المنتقل ما يجون يشتركون بعيد الميلاد، قداس عيد الميلاد وقداس عيد القيامة. والسبب نحن حزاني، والسبب وي أشون دنيجي عيب العالم مش تقول علينا. أترجاك من قبل لا تأخذون أشكل قرار وفكرة، افتكروا ليش الكنيسة كتعيد الميلاد والتجسد، وليش كنعيد القيامة، اللي هذول العيدين هم أساس إيماننا المسيحي. لأنه نحن بالمسيحية ماكو موت، أكو انتقال. إلهنا إله حي قائم من بين الأموات، ونحن عايشين على رجاء قيامته. ما كأقول لا تحزنون، لأنه هذا الحق الطبيعي البشري، ولكن تعالوا اشتركوا بالقداس، لأنه نحن عايشين على رجاء قيامته. ومن الأمور التي تجعلنا في أو تشغلنا على عدم الاهتمام والإهمال باستعدادنا للقاء الرب يسوع هما نوعين أو شغلتين. أول واحدة نعرفها كلتنا، العالم وشهواته وخطيته وملذاته، وهذا الشيء هو خطير بالنسبة لنا. ولكن أكو نوع ثاني، عفواً إذا ممكن أسمينه بالنوع السرطان الخبيث، اللي كينخر بجسد كل إنسان مؤمن وكينخر في عقل كل إنسان مؤمن، اللي هم الأنبياء الكذبة. رب يسوع نبهنا من الأنبياء الكذبة وقال في إنجيل متى: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. شوف لهم كثيرين على السوشيال ميديا، على التلفزيونات، يجيبون يعملوا لهم استوديو ميز وكرسي وسماعة، وخلى قدامه ايباد كاميرا قدامه، وبلش يحكي، يحكي بطريقة معسولة حلوة. حسوا هذا تقول أوه هذا واحد من الآباء القديسين، آباء رسل الأطهار اللي كيدافعون عن الإيمان. ولكن شوية شوية ويختارون المواضيع اللي نحن نحبها، اللي نحن ندوغ عليها قبل خلاصنا. انتقد كنيسة فلان، انتقد مطران فلان، انتقد كاهن فلان، بترك فلان. فقوم خلي القدامي آمن بالمؤامرة اللي ضد البشرية، لإنهاء البشرية. شوية شوية شوف يقوم يبعد الإنسان عن بيت الله، عن كنيسته، لا بل عن القربان أيضا اللي هو الذبيحة الحية. الرب يسوع أعطانا إياه وقال: خذوا كل هذا جسدي وهذا دمي. شوف بعد فترة يقوم شرم وخبثم يطلع بأنه يبعدونا عن الكنيسة، يبعدونا عن جسد ودم الرب. أخوتي الأحبة، خذوا هاي الرسالة من الكنيسة. أي إنسان على وجه هذا الأرض، إن كان من الكليروس، كان من الشمامسة، أو إن كان أي إنسان عادي، اللي يبعدكم عن تناول جسد ودم الرب، هذا ما هو ما عنده الروح القدس، ما ساكن في داخله الروح القدس، بل هو من أتباع المسيح الدجال
الذئاب الخاطفة اللي جايينك يخطفونا لحتى نلتهي عن اهتمامنا بلقاء العريس. فكونوا جدا حذرين، جدا حذرين من الكلام المعسور الحلو واللي هو سم خبيث ينزرع في أجسادنا. يقول يعلمنا القديس مار يعقوب السروجي ويقول: ربي أنا خاصتك، إن مت وإن حييت أنت الذي يربط في الموت وفي الحياة، سأبشر بك. أنا خاصتك في البط وفي القبر، أنت دبرتني في عالم الأحياء وموضع الموتى، جبلتني وصرت إيناء ناطقا لمجد اسمك. إخوتي الأحبة، في النهاية وفي الختام، اللي يعيشون مؤمنين بالمسيح، اللي يعيشون في الملذات حياة السعادة المؤقتة، ذلك يشبهون الغني في قصة الغني ولعازر. هذول اللي هم يهابون الموت. أما الحزانة اللي تعبوا وجاهدوا وعطوا ينتظرون الفرح الأبدي مثل لعازر، فيترجون الرب لحتى يرحلون عن هذا العالم وينتقلون. والأغنياء بالشهوات هم اللي يهابون الموت، اللي قلقين على مستقبلا هم اللي يهابون الموت. ولكن الفقراء، فقراء الروح اللي باعوا كل شيء، كل خطيئة عندهم، اللي باعوا كل فكر دنس، باعوا ملذاتهم وشهواتهم، هم من يشتهون الانتقال إلى السماء لحتى يربحون الملكوت. تذكروا اليوم ترتيلة القداس: أنا لست غريبا إلا هنا. هالترتيلة خلوها منبه يوم الأنسى حالي، خلوها منبه يوم الأنسى حالي، أن أذكر هاي الترتيلة لحتى أرجع وأذكر نفسي أنه ما يصير أهمل نفسي. وأيضا خلونا نقبل المسيح إله ومخلص حي لحتى نكون مستعدين بلقاء المجيء الثاني، نربح الملكوت ونعيش الأبدية معه. والأبدية هي لازم تكون شهوة كل إنسان مؤمن وذاق حلاوة الرب يسوع. آمين. ليبارككم الرب يسوع ويعطيكم الموفقية والصحة، ويحافظ عليكم بشفاعة قديستنا وحبيبتنا العذراء مريم والدة الله، وحبيبنا القديس مار متى الناسك، بشمو دابو دبرو ودروحو قديش والحايد العلم علمين. آمين. وبهنا وتلحب باغح الشماس العامة بهنام أحيلقي عليكم الأسماء الموتى عامة بهنام أيات. Yeah.
والديه وإخوته وعن روح المرحومة رينا شمعون شفو وزوجها وابنها اصطيفان وابنتها ترمى وزوجها غازي والمرحوم اصطيفان وزوجته جاكلين والمرحوم ماجد شماس والمرحوم نزار وابنه المرحوم رامي والمرحومة يارا غازي عبرة والمرحومة مريم المرحوم الشماس عبد الأحد داود النصر وزوجته الفاضلة جانيت جليل بني الطويل والمرحوم نوري داود قطان وزوجته حياة يوسف ججاوي والمرحوم غانم قطان ونهاد قطان والمرحوم بطرس جرجيس وزوجته نجمة خانمي والمرحومة أميرة بطرس جرجيس المرحوم فائق متي وزوجته زكية رزوقي والمرحوم رائق مع جميع أبواتهم المرحوم خليل حنة وزوجته المرحومة شكرية أيوب وابنتهم المرحومة سميرة مع جميع أمواتهم المرحوم شيت حاوة وزوجته ماري بيثون والمرحوم سمير حاوة والمرحوم يونان شيرو وزوجته سعيدة مراد وابنتهم ازدهار شيرو والمرحوم عبد المسيح شيرو المرحوم ملكة أفرام ميرزا والمرحومة خزبي برصوم والمرحومة مقبولة ملكة ميرزا والمرحومة مريم عبد المسيح والمرحوم برصوم حنة والمرحوم عيسى حوشو والمرحومة غنية طوبية والمرحوم الشهيد بسام ملكة ميرزا والمرحوم حاتم عيسى حوشو المرحومين كل من القس هادي شمعون القس وزهور القس هادي وقلي مدي ومؤيد القس وأميرة توما وناطق القس وجلال قوزي ورمزي سايمن وألياس بلحد وفهيمة يوسف وبشير قوزي ونوفا قسطو المرحوم لبيب بشير قوزي وأمواته والمرحوم بشير قوزي وزوجته نوفا سعيد قسطو وأمواتهم والمرحوم نيقولا خورتو وزوجته أنطوانيت عسال وأمواتهم والمرحوم فيليب نازو وزوجته نجاة عبد الأحد وأمواتهم والمرحومة بهيج الصفار وزوجها يوسف وجميع أمواتهم والمرحوم شكيب هندي وزوجته ليلى متي ألو وجميع أمواتهم والمرحوم أنطوان بصال وأمواتهم والمرحومة منى أصبهان وأمواتهم والمرحوم جورج قوشا مخول وأمواته والمرحوم سعيد يعقوب النقار وزوجته ماري عسال والمرحومة جانيت فرج فرجو والمرحوم أبشي وأمواتهم والمرحومة بسيمة حلاق وزوجها الياس عسال والمرحوم بيطار وزوجها ميناس صاير المرحوم متي عايز وجميع العايز والمرحوم صاموئيل وجميع أمواتهم والمرحومة سارة قبرو وجميع آل قبرو المرحومين الياس منصور ونجيبة تبوني وثمينة الياس وبهنان شماس يعقوب ومضفر وماهر شماس يعقوب وبهنام الياس منصور المرحوم دانيال بطرس متي وزوجته مريم يلدا توما والمرحوم قوزي فوزي فتوحي النقاش وزوجته غنيمة توما منصور والمرحوم وليد عمانوئيل جبو وابنته المأسوف على شبابها ندى وليد عمانوئيل والمرحوم عماد نبود والمرحومة ليزا زهير يلدا المرحومين فايز عروس والشماس الإنجيلي بهنام عروس وفهيمة قومي والشماس الإنجيلي عبد الرحيم بطي والمرحومة ناجي كغو والمرحوم طلال عبد الرحيم والمرحوم منير ألتشونة والمرحوم جميل عفاص والمرحومة نعمة كغو والمرحومين الشهداء رافع وعماد عفاص
المرحومين سعيد جرجيس وأياد يوسف ومنى يوسف وبهنام شلالي ووسيم بهنام وجور شلالي وجميع أموات آل شلالي، المرحومين حازم بهنام الدوري وخضر غزالة وزوجته مجيدة أليان وابنهم الشهيد سلوان غزالة وداود عباوي وزوجته صبيحة عباوي وابنهم الشهيد عصام عباوي، المرحومين صاموئيل لحدو وجميع اللحدو والمرحومة سارة قبرو وجميع القبرو، المرحوم باسم صوفية وجميع أمواتهم، المرحومين سيدي برسوم ووجيه مقاتي ويونان توفيق وفائزة أنيس وأنيس إبراهيم ونوئيل سليم، المرحوم سعيد المرحومين سعيد عبد اليسي وزوجته منيرة جبري وأولادهم حازم وباسم وطلال سعيد قيسو وزوجتهم مهيبة منصور وابنتهم نهلة، المرحومين عماد خليل القس إسحاق وجميع أمواتهم، والمرحوم يعقوب عيواز وسلامة متي كلو وجميع أمواتهم، وكذلك المرحومين غازي يونان وزوجته ترما والمرحوم نزار أبو حنة وولده رامي نزار وماجد الشماس، والمرحوم اصطفان عيواز وزوجته جاكلين والمرحوم الياس سفر، المرحومين يعقوب عيواز وزوجته رينا شبو وأولاده رينا اصطفان والمرحوم ماجد يعقوب شماس وجميع أمواتهم، المرحومين هدى البير وسلام فاضل سليم ومظفر بهنام، المرحومين يعقوب بطي وزوجته ماجدولينا فريم ونزار بطي وماجد بطي وفراس بطي ونشوان بطي والشهيدة ليندا سفر ومتي سفر، المرحومين ملكي جورجيس إسحاق والشاب أياد ملكي جورجيس، المرحومة جميلة قريو صليبة، وكذلك المرحومة نوال منصور، المرحومين زكي متي حيالي وزوجته نزهة خضر قدسي وغانم صطيفان ألفي وزوجته أميليا أنطوان شماس كرومي، المرحومة جوليت كرمو، المرحومين فيصل جزراوي وعمسه سعيد جزراوي وفضيلة سليمان الملك وعبد الإله جزراوي وسمير جزراوي وآدم آدمو وحسيبة عبد الأحد جمعة وموفق آدم أدمو وسعاد آدم أدمو ونزهة ريشان، المرحومين سامي إسحاق متي الصباغ وخالد جورديس متي وعماد سامي الصباغ وبشار سامي الصباغ واعتماد سامي الصباغ وملكي ألياس عبوش وسعاد سعيد عبوش والمرحومة زهور القسادي. تنويرات: نورت الكنيسة في هذا اليوم المبارك على نية عائلة فيفيان وبهنام موسى وجان وسارة موسى، ونورت أيضا على عن سلامة الشماسة ميرنا ومولودها جوليان أنا الصوفية. نورت الكنيسة على نية إحدى العوائل المؤمنة. تبرعات: تبرع أحد المؤمنين بمبلغ $100 للكنيسة. الإعلانات: ستقيم لجنة السيدات حفلة للسيدات يوم السبت المصادف 16/3/2024 وعلى قاعة الكنيسة، للحجز والمعلومات اتصال بالسيدة أليس. وشكرا. نقوم قانون الاعتراف. أنا أعترف بالله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في نيقية وقسطنطينية على رجاء الكهنوت الشريف المسلم بيد أبي الله وبه تحل وترفع. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا وأنا نادم عليها ندامة كاملة، قاصدا أن لا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت أحرى من الأخرى.
بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي، سائلا الله أن يغفر لي بنعمته. آمين. فليرحمكم الله وليقبل توبتكم بواسطة سلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه ربنا يسوع المسيح إلى رسوله للأطهار القديسين، ومنهم وصل جيل بعد جيل إلي أنا العبد الضعيف. أحلكم أيها الأبناء الروحيون من جميع الخطايا التي اعترفتم بها سراً وأنتم نادمون عليها وقاصدون أن لا ترجعون إليها أبداً. ليتقبل الله توبتكم مثلما تقبل توبة مريم الخاطئة ولص اليمين وجميع التائبين والتائبات تداكون تتقدشون بشمدابو ودبرو ودروحو قاديشو حايد العلم علمين. آمين. فقنا واتي ذدني ثمت النحومات حدوث غنسان العلمين. شوط مريا الله يمينوخ وباريخو الكشون سعوداي دان قبلي ميسا فرود مخياقيرو وسويت حبي والشفقون وضحتوه والقالي وثافي داخذو ميك مورا والله آن العلمين. نهون رحمة الله رب فاروق دلني شو عمشي حال على طين قد شوالين علي وبيون عنه سو بيون على كل من دلي وشتاو تاف مشتاو في نبون رحمة الله نهون وعليهم بترين علمي والعالم علمي. Oh,
لك يفتح السجن وينزع ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك. جسدك المقدس الذي أكلنا ودمك الغفير الثمين الذي شربنا لا يا رب يكونان لنا دينونة ونقمة بل حياة أبدية وخلاصا لجميعنا وارحمنا. طيب ثود الوثان وافرح معلين لتشكر الأفواه المعتاد أكل البقول نعمتك التي بها استحقت هذه المنحة الإلهية أي جسد ابنك الوحيد ودمه الذي بواسطته نقضي حق الحمد والشكران ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. And with your spirit شلوم الكل خون. After receiving these divine and holy mysteries that have been given, let us bow down our heads before the merciful Lord, before you, our Lord and our God. أيها المسيح الخبز السماوي الذي نزل ليصير لنا طعاما لا يفنى لا تجعلنا في مجيئك الثاني طعاما للنار التي لا تطفى لنحمدك ونشكر أباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. بارا له بدن حمد زاد قوثا كل من دشخل فرود مخ بيمونوثو قولو خايو نعيرنون من دم كوثو عالفو ثوروخ اسمي خينون مثم الكوثو حبيبين كذ مجايلان وخون طيبوثة والرحمة دتليث ويوث وقادشت وامشابحت وعمزوود وبركوثة دا سمتم من مدبح محسيون ودمريو
رحيقي عم قريبة حاي عميثة فريقاي بصيبة زاكيو دموريو وضبيعاي برشمد معموديثو يتحاسح وبيكون تشبق بصوريكون وتنيح روحو ثدعاني ذيكون وإينو دين عبدو محيلو حاطويو إثحنين وث عدار بياض صلاو ثخون زيلون بشلومو اذهبوا بسلام go in peace كاتحو ذيتون ورزيتون على محيلو صلاة